احمد منطلق ساهل. قبل كل شيء لازم نذكروا اللي فما مئات الالاف من التوانسه اللي اكثر من نصف مليون اللي هم في الحاله هذه. هي كيفاش تصير؟ انا عشت تقريبا 27 عام البرة، يعني ما تاخذهاش هكاك بعد 10 سنين بعد 12 عام وقت اللي تستقر وقت اللي تبدا تعمل عائله تجي طبيعيه، فتلزمك وضعيتك القانونيه تبدا مسويه، يا اما بحكم اللي كان دو سيجور واللي تتبدل فيزا والا ناسيوناليتي، وبعد ساعات تفرض عليك ظروف العمل والاولاد نتاعك، لانه يعني تخمم في اولادك باش يدخلوا المكاتب باش يستقروا، ما عادش تحبهم يتمرمدوا ويمشي كل ثلاثه. هذه يعني وضعيه يعيشوها التوانسه الكل، والتوانسه كل درجاتهم. فانا ما عرفتش تونسي واحد، ما اللي نعرفهم بالالاف اللي مشى خذ الناسيوناليتي خاطره باش يبدل الولاء نتاعه. كلها ترتيبات اداريه معقوله، ويظهر لي برشا توانسه يلوجوا حتى باش ياخذوا حتى الاوراق والناسيوناليتي، فما نجيوش هذوما كلهم نحطوهم نخونوهم، ولا عنده دوبل لويوتي ولا مش الوطن، هذا كله خرافات. معناها هذوك ماهوك العائلات نتاعهم الكل، انا برا امشي فسر الام، اي ام هنا عندها ولدها يخدم في الخارج قل له راهو سي ما عادش ولاء الوطن، هذا كله دخلوها في اللعبه السياسيه. والقانون اللي هنا واضح، القانون يقول لك كل مترشح بعد لرئاسه الجمهوريه اون فوا نجح يلزم يتخلى على القانون الجنسيه لانه درسوها واتفقوا عليها. اشكاليه مش لهنا، الاشكاليه فيها التوظيف السياسي ولا انا خويا من الاول كنت واضح، ما عندي علاش نخبي، ضميري مرتاح وما عندي حتى ولاء للبلاد هذه. نقول لهم هنا عشت، هنا تولدت وهنا عشت وهنا تكونت، وحتى الممات نتاعي نعرف القبر نتاعي بقعتي وين باش تدفن، عندي حتى ولا الا لتونس وحبي لتونس، لانه التركيبه هذيك هي المشاعر اللي تغرست فيا اللي علمتها لي امي وبابا وجيراني وكل المعلمين وكل الحماسات وكل الخطابات اللي سمعناها هذيك هي. فات فينا الفوت ما عادش نجمو نبدلو، الشيمي معموله انتهى تحب تبدل انتهى. وانا عمري ما كنت معناها ديما فرحان، تو الانسان كان جاي عنده كونفلي مع عائلته ولا الحمد لله فرحان ببيتي فرحان بعائلتي فرحان ببلادي فرحان بك العلم اللي كيضرب النشيد الوطني ديما الواحد يتقشعر، فاموري واضحه. هذه قلت نمشي للشفافيه ونشرتها على الانترنت منذ سنوات ومشيت اكثر في الشفافيه. انا يظل تذكروا تقريبا عندي 10 ايام في مع مريم القاضي في الحوار التونسي، اعلنت كوني بديت الاجراءات للتخلي على الجنسيه الفرنسيه باش يا سيدي اللي عنده حجاره يلوحها فك علينا وكاو. ما عندي ما نخبي، بالحق جابت لي برشا ديزاتاك، اما توت مانيير ما كان ما عملوكش اتاك على هذيك باش عملوك اتاك حتى على حتى حاجه باينه، فما حاجات ساعات باهين معناها يتفقوا فيهم اليوم باهي تولي سورس داتاك، فالحيله في ترك الحيل. فما عباد ما حبتش تقول وتخبات، واحد كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا في نظري مرتاحين، نعرفوا حسنا اللي عندنا في الجواجي نعرفوه، اللي عندنا في القلب نعرفوه، اللي عندنا في المخ نعرفوه، وقوتنا بالعكس كي نبداو فرحانين برواحنا توانسه ونحبوا التوانسه، انا هذاك اللي تخليني نقف قدام بابا مرتاح، نوقف قدام مخكال مرتاح، نوقف قدام العباد الكل مرتاح. فمش ورقه ولا انسان عنده شويه يحب يعمل طريحه هكا سياسه باش يجي يبدل فينا، واثقين من انفسنا واثقين من الواحد. انا يعني عندي ثقه في التوانسه، وبالمناسبه يعني نحب نحيي كل التوانسه اللي في الخارج اللي ساعات يتعرضوا لهجمات. والله ما عندكم شي فكره، عشت البرة راهو في عيد في اي حاجه تصير لهنا قلوبهم على يديهم، يبداو قلوبهم على يديهم، واللي تعيشوه انتم لهنا نعيشوا 10 مرات اكثر منه. نقول لهم ديما العلاقة نتاع التونسي يعيش برا في تونس كيف العلاقة نتاع الولد بأمه وقت اللي يبعد عليها، يصير يجي بخوك. دونك خلينا من حكاية الفارغة، هات نركزوا على ليسونسيال ونمشيو في الشفافية ونثقوا في رواحنا ونقدموا.